اكتر حاجة بتواجهنا كستات بيوت هي غسيل الهدوم البيضاء. ازاي اخليها ناصعة البياض؟ ازاي الهدوم اللي صفرت وخلاص باظت وجربت ان انا ارجعها جديدة من تاني؟ معادلة صعبة جدا، ولكن بفضل الله بوصفة حصرية هنرجع كل الهدوم اللي صفرت اللي باظت لهدوم جديدة من تاني. هقولك ازاي تحافظي على الموضوع ده ان هي ما تصفرش معاكي مرة تانية. هقولك على روتين الهدوم البيضاء اعتمديه على طول لغسيل الهدوم البيضاء، عمرها ما هتصفر معاكي او هتبوظ معاكي، حتى لو كان فيها نقط عفونة، حتى لو كانت مصفرة مجربة، بفضل الله هنرجعها جديدة من تاني. هقولك كمان ازاي تظهري في الغسالة، وكمان هصورلك مقطع بعد تطبيق الوصفة دي بشهرين من غير ما احط ولا نقطة زهر على الغسيل، علشان تشوفوا قد ايه الهدوم اللهم بارك ناصعة البياض وبيضة ومزهزها كده. عايزة تتأكدي من نجاح الوصفة، انشري هدومك في الشمس او في البلكونة بره وشوفي هي مظلمة ولا منورة. المقطع اللي جاي ده من غير ولا نقطة زهرة، الهدوم اللهم بارك الفلينات حرفيا الخياطة بتاعتها بيضة ناصعة البيض زي ما انتوا شايفينه ملعلطة كده في الشمس. فيلا كده سريعا نقول بسم الله، خليكم معايا. بعد ما نعمل الوصفة دي بفضل الله ونرجع الهدوم لبيضها الاصلي، هقولك تعملي ايه بعد كده في كل غسلة علشان تحافظي على اللي احنا هنعمله النهاردة في الفيديو. اول حاجة منك، مش محتاجة منك اي حاجة غير ان انتي هتفرفطيري الهدوم عن بعضها. مينفعش اقوم ماسكة كوبشة كده من الهدوم وارمي كده. بصوا الصفار عامل ازاي قريبه من الكاميرا. مش همسك كده اقوم هوب جوه الغساله يتكلفن في بعضه، هتلاقيه ما بينضفش معاكي ودخل جوه بعضه والهدوم حرفيا بتطلع زي الزفت. طب نعمل ايه؟ كل حاجه لوحدها، يتفرفطيلي كده كل حاجه لوحدها. اي حاجه فيها كم كده تطلعي الكم بتاعه، ما يبقاش الكم كده داخل جواه فمكلكع فما بينضفش. تمام كده. وبعد كده هنحط الغسيل ده كله في الغساله زي ما هتشوفي معايا كده. بصي بقى، هنختار اول حاجه الهدوم اللي فيها اتساخات او فيها مش نظيفه، يعني اكتر حاجه في الغساله من تحت، يعني هي اول حاجه انا هختارها ان انا ارميها جوه. بصي بقى يا ستي، اول حاجه هختار ان انا اشوف اكتر هدوم صفراء او فيها اتساخات بالشكل اللي انت شايفاه ده، تمام، وابدا احطها هي اول حاجه جوه الغساله. الهدوم الصفراء هنبدا نحطها هي اول حاجه جوه الغساله، وزي ما قلت لك بحطها كده مفرفطه بعيد عن بعضها. تمام. اي حاجه فيها كم ببدا ان انا يعني اشيل الكم، اي حاجه فيها سوسته بتقفل السوسته بتاعه الهدوم، ونبدا نحطهم كده. خلاص حطيت نص الغسيل بالشكل ده، نحط بقى شويه من المسحوق. يعني انا لو هحط مثلا في الغسله بتاعتي كوبايتين من المسحوق، هحط كوبايه في النص، وبعد ما اكمل بقيه الغسيل هحط الكوبايه الثانيه، وبحط الغسيل المسحوق فوق الغساله مش في الدرج. شوف كده اهو، هجيب كوباية مسحوق واحطها بالشكل ده، وهكمل بقية الغسيل بتاعي كل واحدة بعيد عن بعضها. على الهدوم لو فلينات يعني والفوطه نفسها كبيره بشكل كبير، علشان بتلف الهدوم جواها فما بتنضفش برضو احسن حاجه، فخلي الفوط لوحدها افضل. فانا من النهارده مش هغسل الفوط معاهم، هغسل الفلينات بس كده. تمام. بعد ما حطينا بقيه الهدوم نحط كمان كوبايه من المسحوق. ادي كمان كوبايه، وهشغل الغساله بتاعتي دوره كامله على اعلى درجه حراره تقريبا، اللي هي بتكون حسب غسالتك بقى على 50 60 حسب الغساله بتاعتك. فانا كده هشغل غسالتي على اعلى درجه حراره دوره كامله تخلص ميه ومسحوق بس. وبعد كده في الخطوه الثانيه هنشوف هنعمل ايه، خليكم معايا. كده خلاص اول دورة اخدت معايا مسحوق بس وغسلت، والغسالة بتاعتي عصرت وكل حاجة ووقفت. هرجع اشغلها مرة تانية دورة تانية، تمام، بس في المرة دي بقى هسيبها لحد ما تسحب مية فقط. يعني لو هنحسب بالساعة كده هنسيبها بالظبط 5 دقايق تكون سحبت المية واخدت لها لفتين، وبعد كده هنحضر الوصفة بتاعتنا اللي احنا هنعالج بيها الهدوم ونرجعها لبيضها الاصلي. عندي كده في بولة هبدأ ان انا احط فيها تقريبا نص لتر كده من المية، مية عادية خالص لسه سخنة، اي مية يعني موجود عندك. بعد كده هبدأ احط فيها معلقتين كبار من الزهرة البيضة، لو ما عندك الزهرة بيضة هتحطي 3 معالق من الكربوناتو.
تمام. ايه الفرق بين الزهرة وبين الكربوناتو؟ الزهرة دي بتتسخن في درجة حرارة 100 عشان تطلع منها كل رطوبة. بعد كده هجيب مية اكسجين، هحط نص العلبة اللي انتوا شايفينها دي على كمية الغسيل بتاعتي. تمام، دي هنعملها كل مرة بنغسل فيها الهدوم البيضة؟ لا، دي بنعالج بيها الاتساخات والاصفرار والتقريح بتاع الهدوم. ولكن بعد كده هقول لك تعملي ايه. قلبت الكلام ده كويس جدا، بعد الغسالة ما خدت لها سحبت المية وخدت لها لفة كده لفتين، هبدأ ان انا افتح الغسالة بتاعتي وهحط يعني هتوقفي كده الزر اللي هو الايقاف المؤقت ده، وهنبدأ نحط الخلطة بتاعتنا على الغسيل بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا الزهرة البيضة مش هتدوب احسن حاجة زي اللهم ذكرني زي الكربونات. بعد كده هجيب ازازة كلور هفضي نصها برضو فوق الغسيل. تمام كده، هسيب بقى الغسالة تاخد لها يعني نص دورة تقريبا، تاخد لها مثلا قولي نص ساعة كمان شغالة بالوصفة اللي انا حطيتها لها، عشان لو حطيت الزهرة دلوقتي الكلور هيضيع لون الزهر. بعد كده في طبق عندي هحط معلقتين زهرة كبار لان كمية الغسيل عندي كبيرة، هحط عليها معلقة كده من المسحوق وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا في بعض، وهحط نص لتر تاني من المية وهبدأ ان انا اقلبها كويس جدا قبل ما اضيفها في الغسالة بتاعتي. تمام، يبقى احنا كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة. هنبدأ برضو نوقف تاني الغسالة بتاعتنا وهنحط عليها الزهرة وهنسيبها بقى تشتغل دورة كاملة. بقية الزهرة اللي انتوا شايفينها دي هعبي الشفشق ده مرتين مية، ادي مرة اهي واحط مرة كمان. خلاص كده، خلاص الغسالة بتاعتي خلصت الدورة بتاعتها كاملة كده، الغسيل بتاعي خلص مش محتاج مني اي حاجة تانية، الغسيل حرفيا طالع بيتكلم عن نفسه. شايفين البياض، النظافة حاجة تحفة، ومن الآخر شايفين أنا يعني ركزت إن أنا أجيب لكم حتى الخياطة بتاعة الفالينات بتاعة التيشيرتات اللي إحنا كنا حاطينها، الخياطة نفسها رجعت بيضة من تاني. فاكرين التيشيرت ده كان فيه بقع شوكولات أو كاتشب مش فاكرة من تحت؟ كله هيطلع معاكي، كل البقع اللي موجودة، الاسفرار، الاتساخات كلها هتطلع والهدوم هترجع معاكي جديدة من تاني. طيب يا مسلمة، انا كل مرة هبدأ احط كريم اكسجين واحط بقى كلور وكده الغسيل هيتهري؟ لا، احنا مش مطالب مننا نعمل الكلام ده كل مرة، احنا المرة دي بس عالجنا الهدوم بتاعتنا من الاتساخات الاسفرار اللي كان موجود معاها. طيب بعد كده علشان غسيل يطلع منور وحافظ على الموضوع ده، هتعملي نفس الخطوات، يعني هتديها دورة كاملة أول حاجة بالمسحوق والمية بس، وبعد كده هتريحي غسالتك عادي جدا. الدورة التانية هتسيبيها تسحب مية، وبعد كده هتحطي لها نص إزازة خل أو كوباية خل كبيرة. تمام، يبقى احنا كده حطينا خل مكان بقى الكلور والزهرة والحاجات دي كلها. عايزة تضيفي معلقة كربوناتو مع الخل هيبقى ممتاز جدا جدا، وانا بصراحة بعمل كده برضو بيبقى حلو قوي. تمام، وهنحافظ بقى على هدومنا بالطريقة دي، يعني المرة دي بس انا هحط فيها المكونات دي ككلور كأكسجين كزهرة بيضة او كربوناتو، ولكن بعد كده الروتين بتاعي العادي لما باجي اغسل غسيلي اخلي غسالتي تاخد دورة كاملة بالمسحوق، بعد كده تفصل، بعد كده اشغلها مرة تانية تسحب مية، وبعد كده بحط لها كوباية كبيرة من الخل مع معلقة من الكربوناتو وبس كده. وبعد ما تشتغل شوية بقوم حط لها الزهرة مع معلقة مسحوق وشوية مية أدوبهم وأقوم حطهم كده فوق الغسيل، تظهر غسيلي بالمرة. الغسيل هيطلع معاكي بأمر الله وبإذن الله تدعيلي. طبعا مش أول مرة نعمل مع بعض وصفة غسيل للهدوم البيضاء، عايزة أقول لكم إن إحنا من 3 سنين كنا ترند أصلا لغسيل هدوم البيضاء اللهم بارك، وكانت وصفة حلوة جدا جدا. شايفين بقى بتوع هدوم الأطفال دي كانت خطيرة، وزي ما قلت لكم نوهت معاكي في الفيديو، اوعي تحطي مثلا ملاية بيضة او فوطة كبيرة مع الهدوم البيضة، لان الفوطة بتلم كل الهدوم وتلف كده جواها فمش هينضف معاكي احسن حاجة. كده خلاص بعد ما نشرت الغسيل بتاعي، عايزة اتأكد ان غسيلي فعلا مزهزه ومنور. شوفيه هو في البلكونة، هو على الحبال بيبان بقى اذا كان غسيلك اصفر ولا مظلم ولا ايا كان. انا كده بصور لكم بعد ما عملنا الوصفة مع بعض. خلاص كده الفيديو ده متصور حرفيا من 3 4 شهور، من فترة طويلة جدا، بس انا حبيت ان انا اسيبه شوية علشان بعد كده المرة اللي بعديها اغسل هدوم بيضة من غير بقى ما احط كلور ولا احط زهرة، واصور لكم برضو دي بقى من غير ولا نقطة زهرة، من غير ولا نقطة زهرة، بالخل والكربوناتو فقط. دي بالخل والكربوناتو فقط، لان انا كده كده عالجت هدومي فمش محتاجة احط وصفات تاني، هي كوباية الخل ومعلقة الكربوناتو وبفضل الله تدعيلي. ايا كان نوع الغسالة هتعملي كده، اذا كانت غسالة من فوق، غسالة عادية، غسالة اوتوماتيك لا اهي انا اسفة اهي دي بقى من غير ولا نقطة زهرة اهي.
شايفين الغسيل يا دوبك انا اديته الدوره بتاعته بالمسحوق بعد كده بالخل والكربوناته وطلعته على كده. اللهم بارك، بجد ان شاء الله هتدعي لي. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى تجربوا دي الطريقه دي، وهستنى اراكم في التعليقات. مع السلامه.